وشغل الطاقه. ايش قد دفعت مال مال الامبيري؟ 13 الا ربع، 4 امبيرات 55,000. ما يعني تعتبر هذا المبلغ كبير؟ شو ما كبير زين، ما عنده شلون يعني هسه اقل عائله اذا ما سحب له 3 امبيرات زين، اذا ما عنده دخل وما عنده هذه منين يجيبها؟ انا اعرف كثير ناس تركت المولدات، تركت الاشتراكات مالها، بلا ضوء بلا كهرب بلا ضوء بلا كهرب، ما عنده منين يجيب زين معيشه، قلائد دولار هذه صار ساعتين الوضعيه، وبعد كم يوم راح تجيك منع تجوال، شلون يلا الكاسب يوم منين يجيب؟ يعني تقريبا هذه مال المولده، الاجور مال المولده تقريبا ايجار مال البيت. ايه ايجار مال البيت، يعني عنده 6 امبيرات 75,000 تقريبا. اللي عنده 4 امبيرات 55 قلت لك هاي دفعت. زين قبل كم سنه قبل السقوط جت سنه شهر من الاشهر ما دفعنا اشتراك، كانت المولد كان اقله يعني الحكومه كانت تدعمهم بغاز مجاني تنطيهم، يعني جاء شهر انطينا الامبير 2000 دينار اذا تتذكرها. نعم. ايه. من يكون دعم؟ طبعا يكون دعم لابو المولده، راح تيادي قصبا انه ابو المولده راح ينزل السعر، ما يقدر يرفع يعني ما يقدر يرفع على المشترك، ما يقدر يرفع على المواطن الايجار هذه. يعني المفروض انه يكون دعم؟ اكيد المفروض يكون دعم من الحكومه، دعم من الحكومه المحليه، مو شرط من الحكومه المركزيه. انطيه نفط، انطيه غاز، يسهل امره. ايش قد دفعت من امبير؟ 54 4 امبيرات 54. ما تخشى عن هاي يعني مبلغ كبير؟ طبعا. شلون؟ انا عندي دفعت، غيري ما عنده ما يقدر يدفع. اكو ناس ما تقدر تدفع 25، اكو ناس ما تقدر توصل يجوز 15,000. البعض يمكن عافوها. طبعا. بس انت تعال على السبب الرئيسي. منو؟ السبب الرئيسي الحكومه. شو؟ الحكومه هي نفسها سعرت هذا السعر. يعني هي اللجنه مال المولدات هي تقيم لابو المولده تقول له تاخذ هالقد، ابو المولده ما يقيم بكيفه. هي اللجنه مال المولده تقول له انت تاخذ هالقد على العداد. هم اللي ياخذون. زين شلون يعني يخفض السعر للأبير بحيث يكون يعني مقبول؟ من يكون من 3-4 يعني شويه مقبول، شلون يعني يخفضون السعر؟ هسه هو نظام عداد. تخف عليك الامبيريه شلون؟ يتحسن الوطني. تحسين الوطني هو يقلل سعر الامبيري عنك روتينيا. ما البعض منهم ما رضوا على العداد، طالبوا بالعداد بعدين قالوا لا ما اريد عداد. هو هسه عداد يعني الرضا والما رضا، هسه هو عداد، التشغيل على العداد، اللجنه مال المولدات هي اللي تحدد السعر، الحكومه نفسها تحدد السعر عليك. مو ابو المولده. واحد من يحكي بانصاف، ابو المولده يجي كتاب من اللجنه تاخذ 15,000 مال امبير، تاخذ 20,000، تاخذ 1000، هي الحكومه نفسها تفرض عليه. لو جانوا دعم؟ لو جاء دعم طبعا. هو ابو المولد ايش يريد؟ هم يريد يقلل، اخوه ما يريد ياخذ هيك شيء، بس شيء اللي يصرف له. اذا انطوه غاز والوطني متحسن وتشغيله قليل طبعا ينزلها، بس الخلل ترجع وين؟ ترجع على الحكومه، هي بيد الحكومه، بيد اللجنه مال المولدات. عندي امبيرين انا، نفر واحد. نفر واحد انت؟ نفر واحد انا. نفر واحد عندي امبيرين. ايش قد دفعت؟ دفعته 14 ونص 38,000. 39 ما خلي شيء، وقلت قال الجوزه ذابت بدلت له الجوزه. انت بدلتها؟ ايه هي خلك انا الجوزه مالتك انت تبدلها. زين انت نفر بوحدك، اللي عنده عائله، اللي عنده اطفال، اللي عنده الله يساعده ويجابره، الله يساعده ويجابره. هذا اللي ما عنده ايش يعمل؟ ما لا تخلك ولا اقلك، العالم عتقدي هتلم المزابة تاكل. والله الى متى؟ الى متى يعني؟ نظل احنا بهالحال هذا؟ المعنيين ما يعرفون هذا الشيء؟ يعرفون حق المعرفه، يخشعوهم ما يديروا لهم بال. بس من يحكي؟ من يقول؟ المفروض ايش يكون؟ ايش يكون؟ ما حد يدير بال.